طبعا السيارة هذه سيارة عائلية جميلة تتسع إلى 7 أشخاص، شركة صينية. طبعا الشركات الصينية معروفة يعني صراحة من أوائل الشركات تقريبا اللي جت في المملكة. 7 مقاعد، سيارة SUV، سعرها حلو، مواصفاتها حلوة، وما شاء الله تقريبا وكيل موجود في المناطق المهمة بالمملكة. فعموما خلونا نتعرف على الشيري تيجو 8 2022، فئة الفل كامل، هي بريميوم الفيس ليفت الجديد. وبسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الكرام، تغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض، حي المنار، الشارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. تغطيتنا عن شيري تيجو 8 2022، فئة الفل كامل بريميوم. طبعا عندهم 3 فئات فل كامل، اللاكجري والفلاكشيب والبريميوم اللي هي أعلى شيء البريميوم. سيارة SUV من 7 مقاعد، عائلية مميزة وجميلة. قبل ما أبدأ بالتغطية، سيدي إخواني الكرام، اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، إنستغرام، على التيك توك. طبعا شيري وكيلها بالمملكة شركة سهب التابعة لمجموعة اليمني، ضمانها 5 سنوات أو 150,000 كيلو. تواجدهم طبعا لأن أمانة يعني صار شيء مهم بالنسبة للشركات الصينية، تذكر تواجد الوكيل خاصة عشان توفير القطع إلى آخره. فعموما تواجدهم بالرياض، عندهم 2 فرع ما شاء الله، عندهم كذلك في جدة 2 فرع، عندهم في حائل 1 فرع، في بريدة 1 فرع، في حفر الباطن 1 فرع، وعندهم في الخبر 1 فرع، المنطقة الشرقية يعني ما شاء الله، يخدم الظهران، الدمام، الخبر، القطيف، المناطق تعرفون ذي حول بعض. سيارة جميلة، سعرها 91,500 ريال شاملة الضريبة تقريبا، قاعد يتكلم عن السعر اليوم. سيارة عائلية من 7 مقاعد. السيارة هذه حجما تقريبا بحجم، تذكرون جراند سنتافي، تقريبا بحجم جراند سنتافي، يعني كيا سورينتو، منافسينها زي الجي سي جي اس 8، كذلك شانجان سي اس 95، تقريبا بالأحجام هذه. ب 91,500 ريال شاملة الضريبة شيري راح تعطينا سيارة بمحرك توربو 1600 سي سي 4 سلندر، 197 حصان تقريبا، الجير اوتوماتيك، دبل كلتش، 7 سرعات. طبعا هذه الفئة اللي تجي 7 سرعات، في فئات اقل منها تجي السي في تي، ومحركها 2000 سي سي و170 حصان. هنا لا، محرك 1600 سي سي بس انه توربو، ما شاء الله بتوربو حق كبير، فيعطيك 197 حصان، وجيرها مو سي في تي، دبل كلتش، بيكون معك اوتوماتيك دبل كلتش، 7 سرعات، والدفع امامي. بالنسبه للمواصفات الخارجيه فما شاء الله، نتكلم عن سقف بانورامي، نتكلم عن شبك السياره الكروم، جاي برضو كذا مستطيلات خفيفه، الاضاءات فل اي دي، الاشارات متحركه، شيء جميل صراحه وانيق. عندنا كشف الضباب بحركه بلاك بيري. طبعا عندنا 4 حساسات اماميه. السياره فيها كاميرات محيطيه HD 360 درجه، صراحه وضوحها جدا ممتاز، وجنوطها مكحله. طبعا هذه جنوط السياره، مقاس الكفره هو 235 على 55، والجنط 18 مكحل، كفره من نوع كوبر حاجه كذا كوبر. عموما عندنا اشارات بالمرايه، زيج كروم جانبي على الابواب، إطارات النوافذ كروم، عندنا حناية عفش، طبعا لاحظ بروز الكاميرات المحيطية. هذه السيارة من الخلف، إضاءات LED خلفية، 4 حساسات خلفية، فتحتين شكمان خلفيات، والشنطة خلفية كهربائية. بسم الله، وإضاءة اللوحة الخلفية LED. سيارة عائلية من 7 مقاعد. نلاحظ وصول التكييف الخلفي هنا. هنا التكييف الخلفي يتحكم فيه للصف الثالث، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا لمبة سقف LED. سكر الشنطة. هذه السيارة من الخلف. ونروح لصرفية الوقود، شيري 8 تيجو 8 1.6 1600 سي سي. طبعا تكلمنا توربو 4 سلندر، 197 حصان، تقييمها ممتاز بالوقود، ماخذ تقييم ممتاز بلس 15.4 كيلو، سيارة SUV، وبنزين 91.
طبعا بيصور لكم المحرك. بسم الله. طبعا من هنا هذا هو محركها 1.6 توربو جي دي اي حق مباشر 1600 سي سي 197 حصان تقريبا. طبعا برضو في معلومة عن شيري تقريبا كل شيء في السيارة مصنع بواسطة الشركة، فشيري تعتبر من الشركات المميزة بتوفير قطع الغيار بشكل أسرع، لأن هي تصنع سيارتها بنفسها، وبعض القطع زي قطع الكهربائية بوش وما بوش تشتغلها، لكن هذه أغلب الشركات يعني معروفة. فلاحظوا، فشيء جميل صراحة. يوم أتكلم عن السعر طبعا مقابل المواصفات الجميلة، مفاتيح ذكية، دخول ذكي، تشغيل ذكي، خاصية تشغيل عن بعد، برضو تقدر تفتح السقف البانورامي عن طريق مفتاح الذكي. طبعا شوف حتى الكبوت لاني ما سكرته زين اعطتني اشارة فيه. الدخول ذكي، المقاعد جلد، كرسي السائق، الراكب كلهم بحركة كهربائية. لاحظوا تصميم المقاعد ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الصف الوسط، فتحات تكييف، طبعا عندنا منفذ طاقة USB. الصف الوسط ميزته نقدر نقدمه الرجعة، عشان برضو إذا حابين نعطي مساحة للصف الخلفي اللي صورت لكم قبل شوي. السقف البانورامي، إضاءات LED. طبعا الدخول والخروج يفضل من الكرسي خلف المعاون عشان يكون أسهل. شوف الفورميكا جميلة صراحة، لبساتهم جميلة. شوف الإضاءات المحيطية، شوف معطيني تنبيه كبوت مفتوح. طيب الإضاءات المحيطية توقع 7 ألوان، بوريكم إياها بعد شوي. زجاج كهربائي، المرايات كهربائية بخاصية الطي، والسيارة فيها النقطة العمية. طيب فتح الشنطة خلفية كهربائي من هنا، تحكم في المسوداء الخارجية، إضاءات المحيطية على الطبلون والأبواب الأمامية، والديكور موجود تحت. كذلك فيها زي التفاعل مع النظام الموسيقي اللي بالسيارة، تعطيك زي الدي جي يعني ألوان على حسب الموسيقى أنت حاطها، ففي تفاعل جميل الصراحة. طيب دركسون السيارة مكسوب الجلد ثلاثي، الأوامر الصوتية، تحكم بالنظام الصوتي هنا جاي كامل بلوتوث الى اخره. عندنا هنا التحكم بعداد الرحلات، طبلون السياره، الفئه هذه جايه شاشه بالكامل ما شاء الله تبارك الرحمن باللغه العربيه. فيها مثبت السرعه كذلك. عندنا الاوتو الانوار، تقريبا النهار تطفي بالليل تشتغل. طيب عندنا عصا مساحات الزجاج وفيها اوتو، زر التشغيل الذكي. نروح لشاشه السياره، ما شاء الله شاشه جميله ومميزه. الشاشه طبعا فيها كاميرات محيطية 360 درجة، وبرضه فيها خاصية 3D، طبعا HD، ما يحتاج أتكلم على النقاوة ما شاء الله اللي فيها. مثلا اللي بيها قدام، هذه السيارات قدامي، فما شاء الله جميلة. هنا الـ 3D، حتى لاحظوا تعطيك الزاوية اللي تبغاها. بلف أنا، بتلف معي. لو فتحت الباب برضو الباب بيفتح معي. غريبة ليش اعطتني فتحة مفتوحة، شوف نجرب دقيقة. شوف سكرتي والله سكرت. لا صراحة جميلين امانة ما شاء الله عليهم. هذا السقف البانورامي والله حتى الفليشر اذا شغلت اجيبه تعطيك يا اخي ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكره اذا كنت ماشي بسرعه هاديه واشرت برضه تفتح معك الكاميرا، زي مثلا الحين شوف هذا النقطه العمية الحين شغال نظام النقطه العمية. طيب اشرت انا تفتح على الجهه اللي قاعد ابشر منها، يعني انتبه، فتعطيك زي فكره برضه الرؤيه اكثر الى اخره. طيب الشاشه تدعم بالكار بلاي، تدعم اندرويد اوتو، كلها موجوده بهذه الشاشه الجميله. خليني من هنا، وين اختصرها، من هنا هذه
زي ما تلاحظون اندرويد اوتو وابل كار بلاي موجود فيها، يعني ما شاء الله عندك شاشتين، شاشه الطبلون وشاشه السياره. هنا بيان بورد، اختصارات للشاشه، السياره فيها مكيف لمس جايب تحكم منفصل ما بين السائق والراكب. لا ننسى مساحه التخزين مع الاضاءات اللي هنا موجوده ومنافذ الطاقه. ومره واحده دام جينا على الشاشه، خلينا نوريكم الانوار المحيطيه اللي موجوده فيها. لا الضوء هنا، هذه الالوان 7 الوان موجوده، شوفوا الاخضر، اصفر، برتقالي، احمر، سماوي، ازرق، وردي، ما ادري هو جاي بنفسجي اشوفه. عموما هذه الالوان موجوده فيها، وبرضه تحطها مع الايقاع الموسيقي فتتغير على حسب الصوت. طبعا الجير الزد اف الكتروني زي ما تلاحظون، 7 سرعات دبل كلتش، والله ما ادري زد اف ولا لا، بس نفس فكره الزد اف. عندنا الجرنت كهربائي بخاصيه اوتو هولد، طبعا شحن لاسلكي للجوال هنا مكانه. عندنا زر درايف مود، سبورت، والايكو، والنورمال، هذه من هنا. حتى الشاشه تغير معك. طبعا الكاميرات المحيطيه اختصارا اذا حاب تشغلها من هنا. طبعا عندنا هنا النظام المنحدرات، هذا زر حملتك وبعد 2. شوف الحركه الجميله، تقدر ترجعها، وبرضو اذا معك كوب كبير، وفي فتحه تبريد في الدرج طابع تابع المكيف اذا معك شيء بارد او شيء تحافظ لك على بروته، فصراحه حركه جميله. لاحظوا لمساتهم جميله امانه. طبعا عندنا المرايه الداخليه، هذه هي صراحه جايه واسعه شوي، تشوف اكثر في السياره، هذا لاحظته فيها. عندنا هنا انوار السقف LED، وهذه هي التحكم بالسقف البانورامي والستاره مع بيت للنظاره، والشماسات فيها مرايه مع اناره LED، شماسة السائق كذلك الراكب، الامن والسلامه، فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباكات اماميه وجانبيه، وعدد 7 احزمه امان، ولا ننسى النقطه العمياء. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه كل المواصفات موجوده بهذه السياره. سياره جميله، سياره حلو، مواصفاتها حلوه، ضمانها حلو، 5 سنوات و150 الف، كذلك تواجد الوكيل ما شاء الله سهب التابع لليمني، يعني في عده مناطق بالمملكه، هذا كله يساعد طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في ترغيب السياره للناس. سعر حلو صراحة المواصفات. أنا بالنسبة لي مثلا أشوف كعبد الرحمن أقول لك والله بالنسبة لي ناقصها دفع رباعي بالفعل، لكن 70% من الناس ما يحتاج الدفع الرباعي على هذه السيارات خاصة، فتلقى تقريبا ملبي احتياجهم أكثر، خاصة على السعر حقها. تشوف المقارنة مع المنافسين تلقاها ضمن أفضل الخيارات. طبعا متابعين الكرام، طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.